بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم بإذن الله في الحلقة دي عن الـ SMTP Send Connector والـ SMTP Receive Connector ويعني ايه Accepted Domains. تعالى معانا نعرف هما ايه، بعد كده نعرف ازاي نقدر نعمل لهم Configuration. يعني ايه Send Connectors؟ Send Connector ده بيدليفر الميل to the next hub. بمعنى لا، لو انت فاكر معايا في الحلقة اللي فاتت انا قلت ايه، عشان الهب او الايج يقدر يسند ميل، سواء الهب يسند للايج، الايج يسند للهب، الهب يسند للانترنت، الايج يسند للانترنت، يبقى كده ايه، محتاجين دراع احنا سميناه ايه، سند كونكتر. قال لك اهو، يبقى السند كونكتر ده ايه لازمته؟ ان هو يعني بيقدر يعمل ديليفر، يبعت الميل للنكست هاب. الهاب الثانيه ممكن تبقى هاب او ايج او اي اس تي بي سيرفر على الايه، على الانترنت. اهو ذات هاب كود بيز انترنت، يعني ممكن لما اجي ابعت ميل ابعته للانترنت، يبقى انا محتاج سند كونكتور للانترنت. او كود بي سمارت هوست ويتش از ريلي سيرفر. يعني ازاي؟ انا ممكن يبقى عندي ايه، ثيرد بارتي سمارت هوست، يعني انا ما عنديش ايج، انا ممكن يبقى عندي هاب، الهاب بيبعت على سمارت هوست، بيعمل فلترنج ويبعت على ايه، على بره. يبقى انا محتاج يبقى عندي سند كونكتور للسمارت هوست ده، والسمارت هوست ده عباره عن مثلا فلترنج سيرفر او ابلاينس او وات ايفر، انا ببعت عليه الميل، الميل بيتفلتر هكذا يطلع على الانترنت. ونفس القصة هو بيستقبل الميل، ومن الميل على ايه، على جوه، سواء على الايج او على الهاب ترانسبورت. That hub could be an edge transport server or other form of anti-spam او anti-virus server. يعني ازاي؟ ممكن انا اكون هاب ترانسبورت وعايز اسند ميل للانترنت، وانا عندي ايج ترانسبورت سيرفر في الانفايرمنت بتاعتي، يبقى انا محتاج يبقى عندي ايه، سند كونكتور، ان انا اقدر ابعت لمين، للايج، والايج بطبيعه الحال يكون عنده سند كونكتور ان هو يبعت للانترنت، او ممكن تبعت لاي مثلا انتي سبام سيرفر او اي او ايه او انتي فايروس سيرفر. بص يقول لك ايه بقى، كنت قلت الحته دي في اخر حلقه، قلت ايه، ان الهاب ترانسبورت سيرفرز by default have implicit invisible send connectors that allow them to communicate with others based upon the active directory site topology. وضحها لي شويه يا عم عايز. اقول لك انا دلوقتي، احنا اتفقنا اتفاق معين، الترانسبورت سيرفرز عشان يسندوا ميل محتاج يبقى ايه، عندي SMTP send connector، وعشان يرسيفوا ميل محتاج يبقى عندهم ايه، SMTP receive connector. طيب لو انا عندي خمس هبات، المفروض ان لو في هب هيسند الهب، يبقى كل واحد يبقى عنده ايه، سند كونكتور للتاني، يبقى انا محتاج اعمل كرييشن لكام هب، لاسف لكام سند كونكتور، ل 25 سند كونكتور، بحيث ان الخمسه يعرفوا يسندوا لبعض، كل واحد يطلع منه ايه، أربعة كونكتور للتاني، يبقى أنا محتاج 25 سند كونكتور. مايكروسوفت قالت لك حاجة حلوة، قالت لك طيب بص، الهبات جوه هتسند مع بعضيها انترنالي، ليه؟ إن في هيدن سند كونكتورز معمولة، يعني أنت مش محتاج تعمل ما بين الهبات بتوعك SMTP سند كونكتورز، لا هي أوريدي إحنا عاملينها لك، لكن عاملينها لك هيدن، يعني انت ايه، ما تشوفهاش. اوكي، يعني انت كل لما تيجي تعمل انستليشن لهب يحصل ايه، يحصل ان يحصل اوتوماتيكلي كرييشن لايه، لسند كونكتور، عشان يقلاو ان الهب ده يعرف يكوميونيكيت مع باقي ايه، الهبات اللي عندك في الايه، في الاكشينج انفايرمنت. يبقى كل الهبات معلومه مهمه جدا تقدر تسند لبعضيها، ليه؟ ان في هيدن او انفيزيبل سند كونكتور عند كل هب منهم. اوكي
طيب لكن عشان ابعت ميل من الهب للانترنت محتاج اعمل ايه؟ سند كونكتور من الهب للانترنت. او لو عايز ابعت ميل او ميل فلو من الايدج للانترنت يبقى محتاج اعمل ايه؟ سند كونكتور للايه؟ انترنت. اوكي، انما الهبات جوه مع بعضيها لا بيسندوا لبعض. ليه؟ ان في انفيزيبل سند كونكتورز بينهم وبين بعض معموله اوتوماتيكلي. اوكي، لكن لو الهب عايز يسند للايدج يبقى لازم اعمل ايه؟ سند كونكتور للايدج ما بين الهب والايدج. اوكي، واضح؟ عيد تاني. طيب بص بيقول لك ايه. Once you configure an external send connector on the hub transport server, other hub transport servers will route mails through that route for a specific domain. بمعنى قال لك بص، انت لو عملت من 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 اي هب، يعني سي مثلا انت ما عندكش ايدج، فقلت لا انا مش عايز اعمل ايدج وعايز الهب هو اللي ايه، هو اللي يعمل internal mail routing واكسترنال ميل راوتنج، يبقى هو اللي هيبقى واصل على طول بالانترنت. طيب انا عندي 5 هبات، اوكي، جيت قلت انا عايز ايه، اخلي هب واحد فيهم بس هو اللي ايه، هو اللي سند للايه، انترنت. رحت عامل له ايه، اكسترنال سند كونكتور من الهب لمين، للانترنت على طول. اوكي، يعني هو ده اللي يقدر يبعت بس للايه، انترنت. خد بالك ان هتلاقي كل الهاب ترانسبورت سيرفرز بيروتوا المسجز ثرو الهاب ده للايه، للانترنت. كلهم هيعرفوا ان في سكه عن طريق الهاب ده للانترنت، فاي هاب منهم يجي له المسج وعايز يبعتها للانترنت هي ايه، هياخد المسج دي يوديها لمين، للهاب اللي هو واصل على طول بايه، بالانترنت. اوكي، تاني نعيد بس الحته دي تاني كلها. يعني ايه سند كونكتور؟ سند كونكتور ده اي هاب او اي اسف اي ترانسبورت سيرفر عايز يروت ميلز، يعني عايز يسند ميلز سواء هاب او ايج، يبقى محتاج يكون عنده ايه، سند كونكتور. يعني لو هاب هيبعت لهاب زيه محتاج يبقى عنده ايه، سند كونكتور. لو هاب هيبعت لايج لازم يبقى عنده سند كونكتور. لو ايج هيبعت لاس تي بي سيرفر على الانترنت محتاج يبقى عنده ايه، سند كونكتور. فقال لك انت ممكن تعمل سند كونكتور للانترنت او لسمارت هوست او لهب تاني او لايدج او لانتي سبام سيرفر، يعني هوم انت هتسند له لازم يبقى عندك سند كونكتور ليه. اتفقنا؟ طيب ايه الجميل بقى، ان انا كل الهبات باي ديفولت بتقدر تسند لبعضيها من غير لما اقدر اعمل لها سند كونكتور. ليه؟ ان بيحصل ان هي باي ديفولت اول لما بيحصل لها كرييشن بيبقى ايه، هي لوحديها بتكريت هيدن سند كونكتور ما بينها وبين بعض، وده بيخليها ان هي تعرف تعمل كوميونيكيشن مع باقي الهب ترانسبورت سيرفرز اللي معاها في نفس ايه، الاكشينج انفايرمنت. وانس لو انت عملت، لو انت قلت انا مش عايز ايج وعايز ان هاب هو يسند اكسترنال، وعملت سند كونكتور من اي هاب للانترنت، هتلاقي ان كل الهبات بيسندوا للانترنت ثرو مين، الهاب ترانسبورت سيرفر ده بعينه. اوكي، ايه بقى فكره الريسيف كونكتور؟ زي ما انت بتقدر تسند للانترنت او لاي هاب او لاي ايج، يعني كلمه ان انا اقدر ابعت الميل، صح؟ طيب عشان اقدر اريسيف الميل محتاج يبقى عندي ايه، اس ام تي بي ريسيف كونكتور، عشان اقدر يعني ايه استقبل منك الميل. يبقى اي ترانسبورت سيرفر سواء هاب او ايج عشان يستقبل الميل لازم يكون عنده ايه، اس ام تي بي ريسيف كونكتور. اوكي، وده اللي احنا قلناه من شويه. يجي مثلا يقول لك في اي ايه انترفيو، يقول لك ايه، اسالك سؤال، انت لو عندك ايج او مثلا لو انت لسه عامل ايج انستليشن ولسه ما عملتش خالص اي كونفيجريشن، تقدر تستقبل ميل؟ اقول له ايوه. ليه؟ ان على الايج
اوتوماتيكلي معمول اس ام تي بي ريسيف كونكتور، ان هو يقدر يستقبل من اي انونيمس او من اي انتراستد اس ام تي بي سيرفر على الانترنت. اوكي، طب تعالى نعرف برضو يعني ايه ريسيف كونكتور. اي ترانسبورت سيرفر عشان يستقبل ميل، عشان يريسيف ميل، لازم يبقى عنده اس ام تي بي ريسيف كونكتور. بص بيقول لك ايه، الريسيف كونكتورز هاندل اول انباوند ميل، اي ميل جاي انباوند مين هيستقبله؟ الريسيف كونكتور اهو كونفيجرد اوتوماتيكلي ويز انستاليشن اوف ذا هاب ترانسبورت او الايدج ترانسبورت سيرفر تو ريسيف ميلز فروم اذر هاب ترانسبورت سيرفرز اند انترنت. يعني باي ديفولت الهاب ترانسبورت سيرفرز بيريسيفوا ميلز من بعض، يعني هم بيسندوا ميلز لبعض ويريسيفوا من بعض. ايوه، ليه؟ ان باي ديفولت وانت واحنا بنعمل انستيشن للهاب ترانسبورت هو بيعمل كريشن لايه؟ لاس ام تي بي ريسيف كونكتور، يقدر يستقبل ميل من اي هاب ترانسبورت سيرفر زيه في الاكشينج انفايرمنت. والايدج نفس القصه، معمول له اس ام تي بي ريسيف كونكتور، ان هو يقدر يستقبل ميل من اي انونيمس اس ام تي بي سيرفر او من ايه؟ من انتراست سورس. اوكي، You might manually create this if you want to establish a greater level of control over which server receive email from a particular IP addresses or address range. يعني أنا ممكن أعمل إيه؟ أعمل SMTP receive connector لكن custom. يعني إيه؟ A customized receive connector. ليه؟ أنا لما باجي أستقبل الميل أنا بستقبله على إيه؟ على كارت network عندي، يبقى على إيه؟ IP address. وعلى ايه؟ وعلى بورت عندي. يبقى انا ممكن اعمل ايه؟ اقول انا هرسيف من السيرفرز الفلانيه، وهرسيف عندي على ايه؟ على البورت الفلاني، وهرسيف على الكارت نتورك الفلاني. يبقى انا كده عملت ايه؟ كاستمايزيشن لايه؟ ريسيف كونكتور زي ما انا عايز. لكن دي بتحصل ايه؟ مانوالي. لكن هو باي ديفولت عنده اس ام تي بي ريسيف كونكتور بيرسيف من كل الهاب ترانسبورت سيرفرز اللي موجوده في الاكشينج انفايرمنت، والايدج برضو بيقدر يريسيف من اي انتراستد سورس اوكي عندي في الاكشينج انفايرمنت. بص بيقول لك ايه، كونفيجر انترنت ميل فلو ثرو اي هاب ترانسبورت سيرفر اولزو نوت ريكومندد اف يو ويش تو يوز اي هاب ترانسبورت سيرفر فور سيندينج اند ريسيفينج ميل دايركتلي تو اند فروم ذا انترنت. There are two things you need to do. Create a send connector on the hub transport server to send mail to the internet. Adjust permission on the default receive connector to allow anonymous connection. Keep in mind, you don't have to go directly to the internet. You might have an online hosted protection solution. You might use an in-house solution. تعال نفهم الدنيا عاملة ازاي. عشان احنا عاملين نتكلم بقالنا فترة. طيب اتكلم في العملي عامل ازاي. بص هو قصده ايه، تعال بس معايا كده الاول قبل ما نخش على العملي. بيقول لك لو انت ما عندكش ايج وعايز الهب ان هو يقدر يسند ويريسيف للانترنت، ده مش ريكومندد. لكن انت ممكن تعمله، يعني ده يفات معاك عندك في الشبكه، لكن ده نوت ريكومندد. ليه؟ انك هتعرض الهب ان هو يسند على طول للانترنت دايركتلي، ونفس القصه هيستقبل من الايميل الانترنت دايركتلي، وده مش سكيور. طب لو انت في الحاله دي اوكي وما عندكش ايج، يبقى لازم تعمل ايه؟ لازم تعمل سند كونكتور من الهب لمين؟ للانترنت على طول دايركتلي. وانت باي ديفولت عندك ريسيف كونكتور، ده تعمل بس ايه؟ تعدل فيه البرميشن ان هو ايه يستقبل من اي ايه، من اي اس ام تي بي ايميل انتراستد او انونيمس كونكشن. اوكي، تعالى معانا نبص على العملي. بص معايا كده، ادي السيرفر ده. السيرفر ده نازل عليه ديفيكال انستليشن هاب وكاس وميل بوكس. تعالى نبص كده على مستوى السيرفر كونفيجريشن الهاب ترانسبورت. السيرفر ده تعال نبص عليه كده، هو بس بيعمل لودنج.
اسمه ايه؟ EX01، وده نزل عليه اني رولز. بص كده معايا، الهاب والكلاينت اكسس والميل بوكس. طيب عايزين نفهم شويه كده، ايه ده؟ قال لك ان هو باي ديفولت اي هاب عندي بينزل، يعني لو عندي هنا EX01 EX02 EX03 كل واحد فيهم هلاقي ان هو ايه؟ ان عنده اثنين ريسيف كونكتر، عنده اثنين ريسيف كونكتر، واحد اسمه ديفولت والتاني اسمه كلاينت. طب ايه الفكره من دي بين كلمه ديفولت وكلمه كلاينت؟ وده معمول ليه وده معمول ليه؟ تعال نبص ونشوف. بص معايا بقى على الاثنين دول، واحد اسمه ديفولت واسم السيرفر، وده انيبلد. تعال نبص عليه كده بروبرتيز، خد بالك دول الاثنين، معلش عم بس كلوز، دول خاصين بكل هاب ترانسبورت سيرفر، يعني كل هاب ترانسبورت سيرفر هتلاقي ليه ايه؟ اثنين سند كونكتر. طيب اول واحد اللي هو اسمه الديفولت EXE01 اللي هو ديفولت اسم سيرفر وكلاينت اسم سيرفر. تعال نبص على اول واحد، رايت كليك بروبرتيز، بيقول لك ايه؟ بيقول لك اسمه الديفولت EX01 هو انيبلد ولا مش انيبل، موديفايد امتى، انت عامل له لوجنج ولا لا، الفولي كواليفايد دومينيم بتاعه ايه، هو اسمه EX01.sheriff.com، الماكسيمم مسج سايز، ماكسيمم يريسيف، هو مين اللي هيريسيف الميل؟ هو الاس ام تي بي ريسيف كونكتور، يبقى هو هيريسيف مسج الماكسيمم سايز بتاعها كام؟ 10 ميجا. يبقى لو انا عايز ان، ركز معايا في الحته دي، لو انا عايز ان الهاب يريسيف مسج اكتر من 10 ميجا يبقى العب فين؟ في الكاونتر ده بتاع الاس ام تي بي ريسيف كونكتور. تعال نروح بقى للايه؟ للنتورك. بيقول لك ايه؟ بيقول لك يوز ذيس لوكال اي بي ادرس تو ريسيف ميل. هو هيريسيف ميل على اني اي بي ادرس عنده؟ نفترض ان هو ده هاب ترانسبورت سيرفر عليه اكتر من كارت نتورك. انا بحدد له، اقول له ايه؟ انا هريسيف على الاي بي الفلاني وهريسيف على البورت الفلاني، هو الديفولت بورت اللي هو كام؟ 25. او انا هريسيف على كل الاي بي ادرسز اللي على السيرفر ده، لو عندي على لو عندي اكتر من كارت نتورك هريسيف عليه. اوكي، الديفولت، الديفولت ان هو بيريسيف على كل الاي بي الاي بي فيجن 4 اللي على ايه؟ الجهاز ده على بورت 25، وعلى اي بي فيجن 6 على 25. دي الديفولت كونفيجريشن. طب هيريسيف ميل من اي اس ام تي بي ريموت سيرفر؟ هيريسيف من كل الناس اللي في العالم، هيريسيف ميلز من كل الترانسبورت سيرفرز والاس ام تي بي سيرفرز اللي فين؟ اللي في العالم كله اهو، أربع صفار لحد كام؟ 4255. طب الاوثنتيكيشن ايه؟ عندي أكتر من نوع اوثنتيكيشن، أكتر من نوع اوثنتيكيشن، سكيور والبيزك، والبيزك معاه سكيور، والاكشين سيرفر اوثنتيكيشن، والانتجريتد ويندوز اوثنتيكيشن، والاكسترنالي سكيورد. طب البرميشن جروب، بصوا يقول لك ايه؟ سبيسيفاي هو از الاود تو كونكت تو ذيس ريسيف كونكتور، مين من حقه يكونكت على الريسيف كونكتور ده ويبعت ميل؟ الاكشينج يوزرز، الاكشينج سيرفرز، الليجاسي سيرفرز، البارتنرز لا، الانونيمس لا. يعني ركز معايا، الهاب ترانسبورت سيرفرز ده يقدر يريسيف من اي اكشينج يوزر، يعني اي اكشينج يوزر عايز يسند ميل هيروح لمين؟ للراجل ده. اي اكشينج سيرفر معاه سواء هاب سواء ايدج هو ممكن ايه؟ ياخد منه اي ميل. او اي ليجاسي اكشينج سيرفر، لو في مثلا ايه؟ هاب او ايدج 2003 او 2007 او 2000 ممكن يقدروا ايه؟ يكونكتوا على الريسيف كونكتور ده ويدوا ميل للهاب ترانسبورت ده. انما الانونيمس لا، الناس المجهوله لا.
دي باي ديفولت بالشكل. خلي بالك اهم حاجه بيقول لك لو الهب ده هو اللي هيسند الميلز للانترنت لازم ان هو يقدر يرسيف منين، لازم اعمل شيب بوكس ده عشان يقدر يرسيف من اس ام تي بي سيرفرز في الدنيا كلها. الناس دي بالنسبه له ايه؟ مجهوله. يبقى لازم اعلم على ايه؟ انونيمس يوزرز. اوكي، يبقى خد بالك لو الهب ده فيه وراء ايدج يبقى خليها كده. يبقى هو ايه؟ خد بالك الهب ساعتها هيستقبل من اي مين؟ من اي اكشنج يوزر ومن اي اكشنج سيرفرز معاه في الشبكه ومن اي ليجاسي اكشنج سيرفرز معاه في الشبكه. بس لو الهب ده شايف على طول انترنت وانت عامل له كونفجريشن هو يسند على طول ويرسيف من الانترنت دايركتلي، يبقى عشان يقدر يرسيف من اي اس ام تي بي سيرفر على الانترنت لازم اعلم على ايه؟ انونيمس يوزرز. دي معناها ان هو يقدر يرسيف اي ميل من اي انتراستد سورس او من اي انونيمس اس ام تي بي سيرفر. مهمه جدا جدا المعلومه دي. اقول له اوكي اتفقنا. يبقى انا بالنسبه لي مهمه جدا. طب ايه كلمه الايه الكلاينت دي؟ طبعا ممكن اعمل لها ديسيبل، ممكن اعمل لها ريموف، ابص على الايه بروبرتيز، ممكن ابص على ايه الهيلب عشان اعرف اي معلومه غايبه عني. ايه فكره الكلاينت دي؟ طب الديفولت ده الراجل ده هيسال من مين؟ من اي اكشنج سيرفرز ومن اي ليجاسي اكشنج سيرفرز. الكلاينت ده معموله لمين؟ معموله للناس اللي احنا بنسميهم ساعات سوري يعني متخلفين، اللي هم مين؟ الكلاينتس البوب 3 والاي ماب. ليه؟ زي ما احنا قلنا في حلقه سابقه ان دول ريسيف بروتوكول، لكن لما بيجوا يسندوا ما بيعرفوش يسندوا، بيسندوا ثرو ايه؟ اس ام تي بي بروتوكول. فالهب برضو هيستقبل منهم الايه؟ الميلز بتاعتهم على ايه؟ على الريسيف كونكتر ده. تعال نبص عليه بروبرتيز، نفس الكلام، الكونكتر اسمه ايه؟ انيبلد ولا لا؟ موديفايد امتى؟ اللوجنج لا، اسمه الفول كواليفايد دومين نيم كذا، هو بيسال مين؟ حجمه قد كذا، نتورك بيستقبل على ايه بقى؟ خد بالك الفرق بين الديفولت، اجيب كده شويه، الديفولت ده والكلاينت، ان الديفولت بيستقبل على الديفولت بروتوكول اللي هو كام؟ الاس ام تي بي بروتوكول اللي هو 25. لكن الكلاينت كونكتور ده معمول ان هو يستقبل ميل على كام؟ على بورت 587. ده ان هو يقدر يستقبل ميل من مين؟ من الريلي كلاينتس زي مين؟ البوب 3 والاي ماب. يبقى دي معناها ان عشان اكونفجر عندي البوب 3 والاي ماب هعمل ايه؟ هعمل لهم الاول كونفجريشن على ايه؟ الريسيف كونكتور بتاعهم، او لما يعني اجي اعمل لاي واحد فيهم كونفجريشن هعمل ايه؟ هاجي على الايه الاوتلوك اللي انا عايز اعمل له كونفجريشن سواء بوب 3 او اي ماب، هقول له انت هتريسيف الميل على بورت 110 بتاع البوب 3 او على 143 بتاع الايه اي ماب، لكن انت هتسند على مين؟ على الهب على بورت كام؟ مش 25، 587. دي معناه ان انا ايه؟ ان الريلي كلاينت اللي هو البوب 3 والاي ماب هيسندوا لمين؟ هيسندوا للهب دايركتلي على بورت 587. اوكي، خد بالك الاوثنتيكيشن برضه سكيور وبيزك وانتجريتد اند سو اون، انما البرميشن هو هيستقبل مين على مين؟ من مين؟ من الانونيمس يوزرز والاكشينج يوزرز فقط لا غير. يبقى الكلاينت دي، يبقى الكلاينت كونكتور ده اللي هو معمول ده خاص مين؟ خاص باتنين بس، باتنين نوعين كلاينتس، هو بيقدر يستقبل منهم ميلز على البورت اللي هو كام؟ 587، والنوعين دول البوب 3 والاي ماب 4. وباي ديفولت هو بيقدر يريسيف على الكلاينت كونكتور ده، ليه؟ ان هو مين يقدر يكونكت عليه؟ الاكشينج يوزرز اللي هم البوب 3 والاي ماب، والانونيمس يوزرز اللي هم بيسندوا ايه؟ من بره. اوكي؟ يبقى باي ديفولت انا عندي اثنين ريسيف كونكترز على كل هب، واحد بيستقبل من الاكشينج سيرفرز زمايله
او من الايدج سيرفرز اللي معاه نفس الانفايرمنت اوكي، والتاني منين؟ من اي كلاينت بوب 3 او اي اي ماب. لكن في حاله ان انا هريسيف دايركتلي من الانترنت، انا كهب هريسيف دايركتلي من الانترنت، لازم اعمل ايه؟ اعلم على ايه البيرميشن جروب، اعلم على انونيمس يوزر. دي معناه ان انا ايه، اي اس ام تي بي سيرفر على الانترنت ممكن يكونكت عليا وايه ويبعت لي ميل وانا اريسيفه على ايه الديفولت اس ام تي بي ريسيف كونكتر. طيب تعال نروح لحاجه تانية، للهاب ترانسبورت على مستوى الاورجنايزيشن. طب انت لما جيت هنا، معلش ارجع تاني بس للهاب ترانسبورت على مستوى السيرفر كونفيجريشن، ماشي هرجع تاني للهاب ترانسبورت على مستوى السيرفر هنا. هو هنا ظهر ايه؟ ريسيف كونكترز. طب ليه ما ظهرش سند كونكترز؟ ها السؤال بيقول لك السند كونكترز بتبقى فين؟ بتبقى فوق على مستوى الهاب ترانسبورت على مستوى الاورجنايزيشن كونفيجريشن. ليه؟ ها عشان هنا لما اجي اعمل سند كونكتر، كل الهبات اللي في الاورجنايزيشن كلها هيحسوا بالسند كونكتر. طب اسالك سؤال مهم جدا، انا قلتها انا بس بعيد عشان اعرف انت ايه مصحصح معايا ولا لا. ليه ما فيش ديفولت سند كونكتر معموله زي الريسيف دي؟ ليه؟ اقول لك انا ليه. ان باي ديفولت في هيدن، واخد بالك، او انفيزيبل سند كونكتر معموله لكل الهاب ترانسبورت سيرفرز اللي عندي في الاكشينج انفايرمنت. يعني كل الهاب ترانسبورت سيرفرز بيقدروا يسندوا لبعض. ليه؟ ان في اس ام تي بي سند كونكترز مخفيه مش باينه، اوكي، معمول لها ايه كونفيجريشن بين كل الهاب ترانسبورت سيرفرز بينها وبين بعض، اوكي. يبقى ايه؟ في عندي هيدن اس ام تي بي سند كونكترز ما بين الهاب ترانسبورت سيرفرز وبعضيها، اتفقنا؟ طيب لو انا عايز ابعت ميل للانترنت، يعني انا لو انا ما عنديش ايدج وانا عايز اكونفيجر الهاب ده ان هو يعمل ايه، ان هو يبعت ميل للانترنت، هعمل ايه؟ يبقى لازم يبقى عندي سند كونكتر للايه، للانترنت. تعال نعمله، خد بالك انا كده بعمل هاب ترانسبورت رول كونفيجريشن. يبقى لو الهاب بتاعي، انا بعيد تاني اهو عشان انت تبقى مصحصح معايا وتعمل العملي معايا، لو انا ما عنديش ايدج، ركز معايا، وعندي هاب والهاب هيريسيف وهيسند دايركتلي للانترنت، يبقى اول حاجه اعملها هاجي على الهاب ترانسبورت على مستوى السيرفر كونفيجريشن، وهاجي على الهاب بتاعي واجي على الديفولت رايت كليك بروبرتيز، اقول له ايه؟ انونيمس يوزر. انت هتريسيف ميلز من مين؟ من انونيمس يوزرز، ده في حاله ان انا ما عنديش اكشينج اسف ايدج ترانسبورت، اقول له اوكي ماشي. طيب هروح على مستوى الهاب ترانسبورت سيرفر، هعمل رايت كليك نيو سند كونكتر، او اجي هنا كده اقول له ايه عايز اعمل ايه، نيو سند كونكتر. يقول لك اهو دي ويزرد هيديك صلاحيه انك تقدر تعمل نيو سند كونكتر. اولا انا عايز اعمل ايه؟ سند كونكتر تو ذا انترنت. طيب سيلكت ذا انتنت يوز فور ذس، انت عايز تعمل ليه السند كونكتر ده؟ كاستم عشان حاجه كاستمايزد، ولا عشان تبعت حاجه انترنالي لهب عندك جوه او لاي حد عندك جوه يتساب منك، ولا عايز تبعته للانترنت، ولا عايز للبارتنر؟ لو انت ليك ايه شريك في شركه وعايز تبعت، يبقى بينك وبينه سند كونكتور معين. لا انا عايز لمين؟ للانترنت. اهو بص بيقول لك ايه، تعالى برضو ايه نشوف، بيقول لك الانترنت سند كونكتور ار يوزد تو سند ايميلز تو ذا انترنت. من غير السند كونكتور ده مش هقدر ابعت ميل للايه انترنت. خد بالك this connector will be configured to use DNS MX records to route mails، يعني عن طريق السند كونكتور ده انا هقدر ابعت ميل لبره، لمين؟ للدي ان اس، الريال دي ان اس،
واقدر ابعت ميلز لاي اس ام تي بي سيرفر على الايه انترنت. نيكست بيقول لك ايه ادرس سبيس specifies address space to which this connector will route mail. انت عايز تراوت ميل على ايه؟ انت عايز تراوت ميل على ايه بالظبط؟ انا عايز اراوت ميل على الدومين اسمه ايه yahoo.com بس، او عايز ابعت ميلز للدومين اسمه microsoft.com بس، او عايز ابعت ميل لمين؟ الاستريك. يعني ايه استريكس؟ لكل الناس اللي عندي، لكل الناس في الدنيا. يبقى لو انت عايز تعمل سند كونكتور للانترنت لازم يبقى يكون ايه استريكس، اللي هي ايه لاول سبيس، لاول ادرس سبيس، لكل الناس اللي ايه اللي على الانترنت. اقول له اوكي، اقول له نيكست. انت لما هتيجي تبعت للانترنت هستخدم الدي ان اس بتاعك، ان هو هيبص على الام اكس ريكوردز بتاعه الاس ام تي بي سيرفرز اللي انت عايز تبعت لها، ولا انت هتفورورد الميل على سمارت هوست. طب الاي بي بتاعه ايه السمارت هوست ده؟ نفترض ان هو 20 20 20 20، او اسمه الفولي كواليفايد دومين نيم. اعيد تاني، ايه هو السمارت هوست ده؟ انا ببعت عليه الميل، هو بيفلتره وبعد كده يبعته للايه انترنت، يعني ليفل اوف سكيورتي او فلترنج سيرفر. لكن انا هستخدم ايه الدي ان اس اللي انا هطلع على الانترنت وهسال الدي ان اس الريال دي ان اس على، يعني مثلا دلوقتي ايه لو الهاب ده معاه ميل طالع للياهو هيعمل ايه؟ الهاب ده هيطلع على الانترنت وهيسال مين؟ الريال دي ان اس. حلو، بعد اذنك انا عايز الام اكس ريكورد بتاع مين؟ ياهو دوت كوم. يقول له ايوه اتفضل، هو ده اللي ايه ام اكس ريكورد اللي هو بيحدد لك مين الياهو اس ام تي بي سيرفر انت ايه تبعت له عشان تقدر تعمل له ايه تراوت الميل عليه. اوكي نيكست، بيقول لك مين اللي هيبعت؟ اهو مين السورس سيرفر اللي هو هيبعت للانترنت؟ هو باي ديفولت علم على مين؟ علم على اي اكس 01. اقول له نيكست، ده السمري اللي انا عملته. اقول له نيو، طبعا كل حاجه هو بيقلبها اكستشينج مانجمنت شيل. قال لك اهو نيو داش سند كونكتور، النيم ايه، اليوسج انت عايزها لايه للانترنت، هيبعت على مين؟ على استريكس، وهيروت على الدي ان اس. اوكي، ومين السورس بتاعي؟ اكس 01. انا كده قدرت اعمل كونفيجريشن. اوكي تعال نبص عليها كده بروبرتيز. خد بالك اهو هيبعت ميل الماكسيمم سايز كام هو يقدر يبعته؟ 10 ميجا. هيبعت لمين؟ استريكس، لكل ال اس ام تي بي سبيسز اللي في العالم. هيبعت ثرو ايه؟ مش هيبعت ثرو سمارت هوست، لا ده هيبعت، هو هيطلع لوحده يسال في الدي ان اس على الام اكس ريكورد بتاع الناس اللي هو عايز يبعت لها، مين السورس سيرفر اللي هو هيبعت، هو مين الهاب ترانسبورت اكس 01. اوكي، انا لما عملت ده، لما عملت السند كونكتور ده للانترنت، دي معناها ان انا ايه ما عنديش ايدج ترانسبورت سيرفر. اوكي، والهاب ده هو اللي هيسند ميلز اكسترنالي ثرو الايه انترنت. يبقى اعيد تاني معلش بعد اذنك، انا عارف ان انا ايه بزن تاني، لكن انا عايز افهمك. اقول لك لو انت في حال ان ما عندكش ايدج ترانسبورت سيرفر، يبقى الهاب هو اللي هيكون مسؤول ان هو يروت الميل انترنالي واكسترنالي. هو باي ديفولت بيقدر يبعت ميلز انترنالي لبعض، يعني كل الهبات بتقدر تسند ميلز لبعضيها. ليه؟ ان في اس ام تي بي سند كونكتورز ده انفيزيبل هيدن. اوكي، عشان كده الهبات بتعمل ايه؟ بتقدر تبعت لايه؟ لبعضيها. طيب بيريسيف ازاي؟ كل سيرفر عنده اتنين ريسيف كونكتر، واحد بيستقبل من مين؟ من زمايله، والتاني من ايه؟ الكلاينتس اللي هي ايه؟ الريلي كلاينتس، زي مين؟ البوب 3 والاي ماب. هو باي ديفولت بيستقبل على كام؟ على بورت 25 في الديفولت ريسيف كونكتر ده، وعلى 587 في الايه؟ في الريسيف كلاينت كونكتر ده. اوكي؟
طيب لو انا فيسنج على طول انترنت زي الحاله اللي انا فيها دلوقتي، حاجه على الديفولت اس ام تي بي ريسيف كونكتور ده، اقول له بروبرتيز، اجي على بيرميشن جروب واعلم على ايه انونيمس يوزر. دي بتسمح لي ان اي اكستشينج سيرفر بره في الدنيا يقدر يكونكت عليا ويبعت لي ميل، عشان كده ايه ده انونيمس يوزر. طب لو الدنيا مش كده معموله كده، يبقى ايه ده انشكت، يبقى معناه ان انا ايه مش هقدر استقبل اي ميل من الايه انترنت خالص. اوكي، يبقى لازم اعلم على ايه انونيمس يوزر واقول له اوكي. اتفقنا؟ طيب رحنا، هو كده هيقدر يستقبل ميل، لكن هيسند؟ لا مش هيقدر يسند. يبقى لازم اعمل ايه، اروح لايه للهاب ترانسبورت سيرفر على مستوى الاورجانيزيشن كونفيجريشن، بحيث ان كل الهبات يعرفوا ان في ايه سند كونكتور معمول للايه انترنت. باجي اعمل ايه سند كونكتور للايه انترنت، واجي اعمل له ايه كونفيجريشن، اقول الماكسيمم ماتش سايز كذا اللي هو يقدر يبعتها بره، وهيبعت لمين بره، لهل لكل الناس ولا لدومينز معينه، هيبعت على على ريال دي ان اس ويطلع يسال هو، ولا هيبعت على واحد وسيط، ومين اللي ايه اللي هيقدر يبعت، اني هاب ترانسبورت عندي موجود او اني ايج موجود عندي، واقول له اوكي. تعال نروح بقى للسلايدز ونبص اللي احنا عملناه وايه اللي موجود في السلايدز. رجعنا تاني للسلايد دي، بيقول لك ايه اهو، although not recommended انك تخلي الهاب ترانسبورت هو اللي فيسك على طول انترنت، لا يفضل يبقى عندك ايج ترانسبورت سيرفر، هو ده اللي هو ايه اول واحد واقف بره على الباب، هو الفيرست ليفل او الفرونت ليفل اللي هو واقف بره. اوكي، لكن if you wish to use a hub transport server for send and receive mail، لو انت حابب انك تخلي الهاب ده هو اللي يقدر يسند للانترنت ويريسيف منها، يبقى لازم تعمل ايه، تعمل حاجتين اهو، ده اللي احنا ايه عملناهم، adjusted ايه البيرميشن على مين الديفولت ريسيف كونكتور، انك تقدر تستقبل من مين، من انونيمس كونكشن، وتعمل سند كونكتور لمين، للايه انترنت على طول دايركتلي. الاثنين دول لازم تعملهم عشان يقدر الهاب يريسيف من مين، من الانترنت، ويقدر ايه يسند للايه انترنت. اوكي، تعالى معايا بص كده على السلايد الجايه، بيقول لك اهو ميل فلو ثرو اي هاب ترانسبورت سيرفر، ده الهاب وده الانترنت. بيقول لك ايه، انت دايركت هتكونفيجر استريكس send connector and anonymous permission on receive connector. يعني لازم تعمل حاجه مهمه جدا، لازم تظبط السند كونكتور ان هو يبعت لاستريكس لاي اس ام تي بي سيرفر على الانترنت، وتظبط الانونيمس بيرميشن على مين، الريسيف كونكتور، وده احنا بالفعل عملناه. اوكي، او تكونفيجر ان هو يبعت على مين، على سمارت هوست او على ابلاينس. اوكي، يبقى بدل ما هو يطلع على الدي يعني يطلع على الانترنت ويسال ثرو الدي ان اس على الام اكس ريكورد بتاع الناس اللي هم عايز يطلع لها، عندي تاني اوبشن انا ممكن اعمل ايه، ابعت لكل الناس. اوكي، لكن لما اسند على ايه، على واحد وسيط زي الراجل ده اللي هو ايه السمارت هوست، هو الراجل ده اللي هيستقبل مني الميل، وده مثلا عليه انت مثلا فلترنج انتي سبام انتي فيروس اند سو اون، هو يبعت على طول على مين، الايه انترنت. اوكي، اهو قال لك اهو solution maybe you can use an appliance, maybe an in-house server, maybe an a VMware, or maybe a hosted provider. يعني انت ممكن تبعت through على طول DNS او على smart host او على hosted services او على اي سيرفر تاني، وهو يبعت على الايه انترنت. اوكي، طب بص اللي احنا عملناه، احنا جينا على مستوى الهاب ترانسبورت سيرفر على مستوى كل الاورجانيزيشن، وعملنا نيو سند كونكتور. اوكي، ده الهاب سند كونكتور اهو، قال لي انت عايز تبعت لايه، قلت له انا عايز اعمل ايه انترنت سند كونكتور للانترنت، وهبعت على استريكس على كل، هبعت لكل الدومينز اللي في العالم،
وهطلع ثرو الدي ان اس، او طبعا لو عندي ابلاينس او عندي اي سمارت هوست ادي له ايه الاي بي او الفول كواليفايد دومين بتاع مين السمارت هوست. بعد كده اقول له مين الهاب ترانسبورت سيرفرز او مين الايدج اللي هو هيبعت على مين على الايه انترنت. اوكي طيب، ورحنا برضو للهاب ريسيف كونكتورز، لقينا ان ايه ان انا عندي لكل هاب ترانسبورت سيرفر عندي اثنين كونكتور، واحد كلاينت وواحد ديفولت. الديفولت ده اللي هو بيستقبل من اي اكشينج سيرفرز معاه في نفس الايه الانفايرمنت، لكن ما يقدرش ان هو يستقبل من اي ايه من اي اس تي بي بره، لازم اعلم على ايه انامس. ها قول كده ورايا، انامس كونكشن. اوكي طيب، انما الايه الكلاينت ده اوكي ده معمول ليه ان هو يقدر يستقبل ميل من اي بوب 3 او من اي اي ماب يوزر. اوكي وعملناها، بصينا اهو، خد بالك انا ايه موضحها لك. This option must be enabled on the hub transport server in order to receive mail from outside. مهم جدا جدا، لو انت مش عامل الايه الاوبشن ده الهب مش هيقدر ايه يريسيف اي ميل من اي حته خالص. انا عدتها اكتر من مره. اوكي طيب، تعال نروح معانا لمعلومه ثانيه خالص. عندي حاجه اسمها accepted domains. ايه هي؟ يعني accepted domain هي accepted domain is an SMTP namespace that the exchange organization can send or receive mail for. يعني ركز معايا بقى في الحته الجايه دي مهمه جدا. ايه هو accepted domain؟ accepted domain اللي انا بسند وريسيف ميلز ليه. يعني مثلا لو انا مثلا عندي exchange بيسبورت دومين نيم لشرف دوت كوم، يبقى انا بالنسبه لي شرف دوت كوم ده هو ده اللي انا هسند وهريسيف ميل ايميلز ليه، هو للدومين نيم ده. فلازم يبقى الدومين نيم ده بالنسبه لي اكسبت دومين، لازم يبقى الدومين نيم ده بالنسبه لي اكسبتد دومين اللي انا هاكسبت ميلز ليه وهسند ميلز خاصه بيه. يبقى تاني الاكسبت دومينز از ان اس تي بي نيم سبيس، هو اسم الاكشينج اورجانيزيشن هتسند وهتريسيف ايميل ليه. وعندي ثلاث انواع اسمه ده 3 تايبس اكسبت دومينز، يا اما اوثوريتيف اكسبت دومين او انترنال ريلي اكسبت دومين او اكسترنال ريلي اكسبتد دومينز. عايزين نعرف كل واحد فيهم على حدة. اهم واحد فيهم هو الاوثوريتيف دومين. يعني ايه اوثوريتيف دومين؟ انا اعتبرني اكستشينج بسبورت دومين نيم اسمه شرف دوت كوم، هيبقى شرف دوت كوم ده بالنسبه لي ايه هو الاكسبتد دومين. بمعنى اي ميل جاي لشرف دوت كوم مين هيستقبله؟ انا هستقبله صح، عشان انا بالنسبه لي الدومين ده اكسبتد، انا ممكن يعني استقبل ليه ميلز. واي حد من عندي جوه هيسند، هيسند ثرو مين؟ فروم اي حد ات شرف دوت كوم. يبقى انا هريسيف وهسند ميل لمين؟ للاكسبتد دومينز فقط لا غير. لكن ما يبقاش انا بسبورت شرف دوت كوم ويجي لي ميل يقول لي ايه ده ميل جاي ليك من مين؟ من جاي لاحمد ات فودافون. يا عم انا بسبورت شرف دوت كوم، يقول لي خد ده خد ده خد ده انت فودافون. لا يا عم، لا انا بسبورت شرف دوت كوم. فخد بالك مين هم الاكسبت دومينز اللي انا بستقبل وبسند ليهم. اسف، مين الاكسبت دومينز اللي انا بسند منهم وبستقبل ليهم؟ طب تعالى بص معايا كده، تعال نروح للاكشينج. خد بالك انا في دومين اسمه شرف دوت كوم، فباي ديفولت لقيت ان ايه ان كل الهبات عندها حاجه اسمها اكسبت دومين.
مين الدومين اللي هو بالنسبه لي اكسبتد؟ هو مين؟ شرف دوت كوم. خد بالك سنه، بس بيعمل ريفرش اهو شرف دوت كوم ده اكسبتد دومين. اوكي، هو اوثوريتيف دومين اورجانيزيشن. اسمه ده اوثوريتيف دومين، مش عارف يعني ايه. انا هعرف هتعرف على الثري تايبس دول بالتفصيل، لكن هو بالنسبه لي هو الاكسبتد دومينز. يعني اي ميل جاي لشرف دوت كوم انا هستقبله، واي ميل طالع من شرف دوت كوم انا هبعته. يبقى ده بالنسبه لي ايه؟ اكسبتد دومينز. نوعه ايه بقى؟ اوثوريتيف ولا انترنال ريلي ولا اكسترنال ريلي؟ هو ده انا عايز اعرفه، يعني عايز اعرف ايه الفرق بينهم. خد بالك لو انت عندك الدومين بتاعك اسمه مثلا شرف دوت لوكال، واخد بالك، وانت شاري دومين نيم بره اسمه شرف دوت كوم، او بلاش، تعال ناخد ايه مثال تاني خالص. نفترض عندنا ان الدومين نيم بتاعنا اسمه دومين دوت لوكال، دومين دوت لوكال او تيست دوت لوكال. طبعا ما حدش على الانترنت يعرف حاجه اسمها دوت لوكال، يا اما كوم يا اما ايو يا اما جاف يا اما الكلام ده احنا ايه عارفينه. طيب انا هشتري دومين نيم اسمه تيست دوت كوم، تيست دوت كوم. لازم الاكسشينج بتاعي يبقى تيست دوت كوم ده بالنسبه له اكسبتد دومين. هعمل ايه ساعتها؟ هيقول لي هنا كده هلاقي باي ديفولت ان تيست دوت لوكال ده بالنسبه له ايه؟ اكسبتد دومين، ونوعه ايه؟ اثوريتيف. لكن انا عايز اسد ورسيف ثرو دومين نيم تاني مش اسم ده، عشان ما حدش يعرف حاجه خالص اسمها دوت لوكال بره على ايه؟ على الانترنت. فانا هشتري دومين اسمه ايه؟ تيست دوت ايه؟ كوم. واجي هنا كده اقول له انا عايز اعمل ايه؟ نيو اكسبتد دومين اهو اسمه ايه؟ تيست. بص بيقول لك ايه؟ اكسبت دومينز ار يوز تو ديفاين ويتش دومينز ويل بي اكسبتد فور انباوند ايميل راوتنج. خد بالك انا هستقبل ميلز لمين؟ واخد بالك؟ These are any domains for which you wish to receive mail. يعني انا لما اجي اريسيف ميل من اي دومين، او اسف لاي دومين، انا بسبورت مين؟ test.a.com. يبقى انا هستقبل ميل لمين؟ لtest.com. اوكي، هقول له نيو. طبعا لسه ما عرفتش ايه التايبس دي، كان انا ايه هبص عليه. يبقى خد بالك معلومه مهمه جدا، لو انت مش نفس الدومين نيم اللي عندك لوكالي هو اللي انت بتعامل بيه على الانترنت، اوكي، يبقى لازم تحط الدومين ده في الاكسبتد دومينز. يعني انا جوه بتعامل بتست دوت لوكال، لكن انا شاري دومين اسمه ايه؟ تست دوت كوم. يبقى لازم اجي اعمل ايه؟ اعمل نيو اكسبتد دومين. اوكي، لازم اعمل ايه؟ new accepted domain. ليه؟ هنعمل بس ريموف. طيب عايز اعرف انواع ال accepted domains. تعال كده اعمل رايت كليك new accepted domain وتعرف على الايه انواع. اوكي، عندي ثلاث انواع، يا اما authoritative domain، يا اما internal relay domain، يا اما external relay domain. انا مثلا اشتريت دومين اسمه مثلا دومين اسمه ايه؟ دومين دوت كوم. بيسالك اهو افتر المايكروسوفت اكسشينج اكسبت ايميلز فور ذيس دومين، بعد لما الاكسشينج يستقبل الميلز اللي جايه اللي هي ات دومين دوت كوم. It can handle the email in several ways. ممكن يهندل الميلز دي في أكتر من طريقة. هل الدومين ده authoritative domain؟ يعني إيه authoritative domain؟ بص الدنيا سهلة جدا.
نفترض انت شاري دومين نيم حلو اسمه domain.com حلو. طيب الدومين ده اي ميل هيجي لك من بره هيجي لك @domain.com هيجي لمين؟ هيجي للريسيبيانت عندك جوه في الاكشنج بتاعك. اصبح ان الدومين ده ايه؟ authoritative domain، يعني هو email is delivered to a recipient in this exchange organization. يعني انت عندك اكشنج جوه اوكي، وهو هيستقبل اي ميلز جايه لاي حد @domain.com. يبقى domain.com ده بالنسبه لي authoritative domain، انا هستقبل الميلز اللي هي @domain.com عشان ابعتها لريسيبيانت عندي جوه في الاكشنج اورجانيزيشن بتاعتي. طب ايه فكره internal relay domain؟ بص بيقول لك ايه، email is delivered to recipient in this exchange organization أو relayed to an email server outside the exchange organization. Use these settings if the domain is shared by exchange organization and another mailing system. يعني إيه؟ خد بالك إن كلمة relayed يعني إيه؟ relay أنا ببعت الميلز، برelay بفورورد الميلز سواء internally أو externally. مش فاهم دي؟ مش فاهم دي يعني ايه internal relay domain؟ نفترض لان مثلا ايه عامل integration مع فورست تانية او بترست فورست تانية، والفورست التانية دي عندها exchange server، فهم عايزيني انا استقبل الميل اللي جاي بتاعهم وابعته عليهم. يعني انا مش هبعت الميل، بص معايا، مش هبعت الميل لناس عندي، لا انا هستقبل بس، انا كاكتشينج انا هستقبل بس الميل وابعته على هاب ترانسبورت في اكتشينج اورجانيزيشن تانية انا مش دعوه بيها، انا بس ايه بترستها، يبقى انا بس بخدم عليهم. تاني كلمة internal relay domain، انا كاكتشينج بستقبل الميل لكن مش عشان ابعته لريسيبيانت عندي في الاكشنج بتاعي، لا انا هستقبل الميل عشان ابعته لايميل سيرفر او لهاب ترانسبورت في اكشنج اورجانيزيشن انا بترستها لكن مش عندي مش تبعي. اوكي يبقى بص بيقول لك ايه، Use this system if the domain is shared by the exchange organization أو مع أي message system تاني. طب إيه فكرة الـ external relay domain؟ قال لك email is relayed to an email server outside the exchange organization. يعني أنا بستقبل mails للدومين ده عشان أبعتها outside الـ exchange بتاعي. أنا بس just كوبري، انا باخد الميلز، وفي الاغلب الاي اس بيز هي بتبقى ايه الاكسترنال ريلي دومين، بيستقبل ميلز عشان يرجع يبعتها بره تاني. اوكي يبقى عندي تلات انواع من الاكسبتد دومينز، يا اما اوثوريتيف دومين يبقى انا بستقبل ميلز للدومين ده عشان ابعتها لريسيبيانت عندي جوه الاكشنج organization بتاعتي. الانترنال والاكسترنال انا بخدم ناس تانية. يعني ايه بخدم ناس تانية؟ بخدم شركات تانية. بمعنى انا بستقبل، لو انا عامل على انترنال ريلي دومين، انا بستقبل الميل الخاص بالدومين ده عشان ابعته لهاب ترانسبورت في اكشنج اورجانيزيشن تانية انا بترستها. انما الاكسترنال انا بستقبل الميلز اللي جايه هي اللي جايه @domain.com عشان ارجع اعمل لها فورورد على اكشنج سيرفرز في ايه اورجانيزيشن بره خالص انا ما اعرفهاش، انا جاست بس كوبري ناس بيعدوا من خلالي، ودي في الاغلب بيبقى مين؟ الاي اس بيز فقط لا غير. اوكي طبعا اغلب تعاملات بيبقى ايه اوثوريتيف دومين، واقول له نيو، هو طبعا ترجمها ايه؟ مانجمنت شيل نيو
داش اكسبت الدومين النيم ايه كذا الدومين نيم ايه كذا الدومين تايب اسوتيف اقول له ايه فينيش. تعال نروح بقى للسلايدز وتبص عليها اهو. يعني accept domain is an SMTP namespace that the exchange organization can send or receive email for. عندي 3 types من ال accept domains: يما authoritative يما internal relay أو external relay. تعال الأول واحد هو إيه ال authoritative domain. بص بيقول لك إيه is one where email is handled for the recipient within the إيه that domain. يعني أنا كاكتشينج او انا كهب انا هستقبل ميلز الخاصه بالدومين ده عشان ابعتها للريسيبيانت عندي جوه في الاكتشينج اهو. يو كان هاف مور ذان وان اس تي بي نيم سبيس اند ميل بوكسز كان هوست كان بي هوستد اون اكتشينج سيرفر ويز ديفرنت اس تي بي ادريسز. طب دي معناها ايه؟ بص معايا ركز معايا كده كويس قوي. في شركات يعني مثلا في مثلا زي مثلا شركه بتسبورت اكتر من منتج. يعني مثلا نفترض انا شركه مثلا عالميه ببيع مثلا ايه منتجين زي مثلا برسيل واريال. الشركه اسمها اكس اكس، الشركه اسمها ايه اكس اكس، فهتعمل دومين اسمه اكس اكس دوت لوكال. ماشي اسمها ايه xx.a local. هتكريت كل اليوزرز اللي عندها في الشركتين كلهم at ايه xx.a local. يبقى xx.local ده بالنسبه لي هو الايه accepted domains، مش هو ايه ال accepted ايه domain، لكن ده مش معروف بره على الايه انترنت. اوكي مش ايه مش معروف بره على الايه انترنت. طب اعمل ايه ساعتها؟ معلش انا هرجع تاني لل اكتشينج. يبقى انا هعمل ايه؟ يبقى انا هشتري اتنين دومين نيم، واحد اسمه اريال دوت كوم، وده بالنسبه لي خد بالك اوثوريتيف دومين، اقول له نيو. يبقى انا هستقبل ميل لاي حد ات اريال دوت كوم، وهستقبل ميل لاي حد ات ايه برسيل دوت كوم. يبقى ممكن الاكشنج ده يستقبل ميلز لاكتر من نيم سبيس. خد بالك يبقى انا بالنسبه لي انا هستقبل ميلز ات اريال دوت كوم وابعته لايه ريسيبت عندي جوه اسمه احمد ات ايه اريال دوت كوم، وهستقبل ميلز at برسيل دوت كوم هبعته لايه لبنى at برسيل دوت كوم عندي جوه في الاكشينج اورجانيزيشن. بظبط دي ازاي؟ عن طريق الايه ايميل ادرس بوليسي. بعمل ايميل ادرس بوليسي خاصه باريال وايميل ادرس بوليسي خاصه بمين بايه برسيل، واحنا كنا ايه اتكلمنا عن كل الكلام ده قبل كده في حلقات سابقه. اوكي يبقى انا ممكن اهوست اكتر من نيم سبيس والاثنين بالنسبه لي اكسبتد دومين زائد النيم سبيس الاصلي اللي انا عامل بيه. اوكي طيب يبقى اول نوع هو اوثوريتيف دومين، ثاني نوع الريلي دومين سواء انترنالي او اكسترنالي. اهو بص بيقول لك ايه ريلي دومينز كم انتو تو فليفرز، ليه نكهتين يا اما انترنالي يا اما اكسترنالي. The difference relates to how far the mail goes before being relayed. يعني بتحدد الاختلاف بتحدد ايه؟ الميل قبل ما يحصل له ريلاي هيحصل له ايه؟ هيخش ازاي عندي؟ Thus it makes it to the hub transport servers او stopped and relayed from edge to edge. واخد بالك؟ يبقى difference اهو بيقول لك ايه؟ relates to how far the email goes before being relayed. يعني الميل هيروح ازاي قبل ما يحصل له ايه ريلاي. ماشي does it makes it to the hub transport server او it stops to relay from the edge to edge. هل هو بي انا لو انا بستقبله اوكي لو انا ك ك ك ك edge
بستقبله وبعته جوه لهب في شركه تانيه، يبقى كده ايه؟ انترنال ريلي. لما لو انا ايدج بستقبله وابعته لايدج بره، يبقى انا كده بتكلم في ايه؟ اكسترنال ريلي. ماشي اهو. When a person sends an email that is by namespace supposed to come to your exchange server, if the email is not for an internal mailbox، يعني لو خد بالك لو في حد من بره بيبعت لك ميل، والميل ده مش هيتبعت للريسيبيانت عندك جوه، لكن بالنسبه لك الدومين نيم ده اسمه ده اكسب دومين، يبقى انت قصدك ان هو ايه؟ هو هيشيك فور ايه؟ ريلي دومين للايه؟ للميل ده. يبقى تاني معلش مش واضحه شويه، انا جيت قلت ايه؟ انا بالنسبه لي تيست دوت كوم ده اكسبت الدومين، نوعه ايه؟ نوعه ريليد، نوعه يا اما انترنال يا اما ايه؟ اكسترنال ريلي. بس بيقول لك ايه؟ لو في اي بيرسون اي شخص بيسند ميل حلو للاسم ده، للاسم ده لتست دوت ايه كوم ده، وسبوز ان هو هيجي لمين؟ للاكشينج سيرفر بتاعك، لو ما كانش مبعوت لانترنال ميل بوكس عندك جوه، يبقى ده مش ايه؟ مش اسورتيف دومين، يبقى هو هيشك اذا كان ده ايه؟ ريلي لايه دومين، سواء انترنالي او اكسترنال ريلي. طب تعالى بص ادي ايه؟ بص خد بالك ادي اكسبتد ايه؟ دومين اللي نوعه ايه؟ اسورتيف. خد بالك ان الميل جاي منين؟ من على الانترنت، هيجي لمين؟ للايدج، الايدج هيبعته للهب، بالنسبه لي الدومين ده اسورتيف، انا هستقبله عشان ابعته للهب، الهب يبعته لميل بوكس سيرفر عندي جوه، لايه؟ ميل بوكس عندي جوه، والنيم ده بالنسبه لي اوثوريتيف. بص خد بالك بقى الانترنال ايه؟ ريلي، انا كايدج هستقبله هبعته للهب بتاعي، الهب بتاعي هيبعته للهب تاني في اكشينج اورجانيزيشن تانيه انا بترستها. يبقى خد بالك انا كايدج استقبلت الايه؟ المسج لايه؟ للدومين ده، هبعته للهب بتاعي، الهب هيبعته لمين؟ لهب ترانسبورت في شركه ثانيه انا بترستها. بص بقى الاكسترنال ريلي، انا هستقبل الميل ده ايه؟ عن طريق الايه؟ الايدج بتاعي، الايدج من بره بره على طول، مش هيستناني، مش هيبعته عنده للهب جوه، لا ده هيعمل ايه؟ هيبعته للايدج اللي هو في ايه؟ شركه تانية او بره في العالم على اي اس ام تي بي سيرفر تاني، وده اسمه ايه؟ الاكسترنال ريلي. اوكي يبقى احنا فهمنا الفرق بين الايه؟ اسورتيف دومين والانترنال ريلي والاكسترنال ريلي. تاني بس معلش نعيد تاني، لما يكون الاكسبت دومين ده نوع اسورتيف، يبقى انا كايدج هستقبل الميل من الدومين ده او للدومين ده عشان ابعته للهب عندي، الهب يبعته لايه؟ للميل بوكس سيرفر اللي عليه الميل بوكس اللي انا عايز ابعته، يبقى انا بستقبل ميلز للدومين ده عشان ابعتها لايه؟ ريسيبيانت عندي انترنالي. انترنال ريلي انا بترست اكشينج اورجانيزيشن ثانيه انا بترستها، فانا هعمل ايه؟ انا هستقبل الميل الخاصه بالدومين ده، الايدج هيستقبلها يبعتها للهاب ترانسبورت، الهاب ترانسبورت بتاعي هيبعتها للهاب ترانسبورت سيرفر اللي فين؟ اللي في الاكشينج الثاني اللي انا ايه؟ بترسته. ده اسمه الانترنال ريلي. انما الاكسترنال ريلي انا كايدج هستقبل الميل للدومين ده، لكن مش هدخله جوه عندي، لا انا من بره بره، انا كاي اس بي او انا كاي يعني شركه، انا كوبري اهو، هيستقبل الميل عشان يبعته لايدج او اس ام تي بي سيرفر بره في العالم انا ماليش دعوه بيه. اوكي طيب، ودي اللي سايب بتاعت ايه؟ النيو اكسبت دومينز، بكتب الاسم الفريند نيم بتاعه، بكتب الدومين نفسه، وبقول يا اما نوعه اوثوريتيف دومين او انترنال ريلي او اكسترنال ريلي. يبقى انا عندي كام نوع؟ 3 تايبس،
اسوسييتد دومين او انترنال ريلي او اكسترنال ريلي. طيب الدي ان اس كونفيجريشن، تعال نروح لحاجه ثانيه مهمه جدا جدا جدا. طبعا في بيزكس كده لازم انا ايه اعملها قبل ما اصلا افكر اعمل اكشينج سيرفر، او اصلا قبل ما انا افكر اعمل اي حاجه. نمره واحد، لازم اشتري دومين نيم. لازم اشتري دومين نيم. انا مثلا عايز اعمل اكشينج سبورت دومين اسمه شرف دوت كوم، يبقى لازم اول حاجه اشتري دومين نيم اسمه شرف دوت كوم وادفع عليه فلوس. نمره 2، لازم عند الراجل انا شاري عنده الدومين نيم ده اقول له بعد اذنك اعمل لي اي ريكورد اسمه ميل او ويب ميل او اي حاجه او اي اي ريكورد بيشاور على مين، على الدومين نيم ده. يعني اقول له ايه ميل دوت شرف دوت كوم ده اي ريكورد هيرمي على الريل اي بي اللي عندي، سواء على الايزا او على الفايرول اللي عندي او على اي سمارت هوست واتيفر مين، انا هستقبل عليه الميلز اللي جايه. واقول له بعد اذنك كريت لي ام اكس ريكورد. معناه ان ايه؟ ان الريكورد ده اللي انا عملته ايه يعني اللي هو ايه ريكورد ده بالنسبه لي ام اكس ميل اكشينجر. يعني لو حد في العالم عايز يبعت لي ميل هيعرف من الدومين بتاعي ان انا عندي ام اكس ريكورد، هو ده الايه اللي هو بيشاور على الاكشينج بتاعي اللي على الانترنت. تاني اهو، يبقى انا لما اجي اعمل اكشينج قبليها خالص افكر اول حاجه ان انا ايه اشتري دومين نيم. فانا هشتري دومين اسمه ايه شرف دوت كوم. بعد لما اشتري الدومين نيم ده اللي اسمه شرف دوت كوم اعمل ايه؟ لو انا معايا الكنترول بانل واقدر انا اكريت اي ريكورد وام اكس ريكورد، حلو، ده شيء جميل، انا ايه اكريت الحاجه دي بنفسي. لو انا ما عنديش اخاطب مين؟ الاي اس بي اللي انا اشتريت من خلاله ايه الدومين نيم اسمه ايه شرف دوت كوم او وات ايفر اي حاجه دوت كوم. اقول له بعد اذنك اعمل لي 2 ريكورد، اي ريكورد وام اكس ريكورد. اي ريكورد ده اللي هو ميل دوت اسم الدومين انت شاريه، بيشاور على مين؟ بيشاور على الريال اي بي اللي انت عندك في الشركه هستقبل عليه الميلز. يبقى انت هتقول له بعد اذنك اعمل لي الاي ريكورد اسمه كذا ميل او ويب ميل او ايميل او وات ايفر الاسم، وهدي له الريال اي بي اللي انت بتستقبل عليه الميلز اللي جايه، سواء الريال ده محطوط على ايزو سيرفر او على تي ام جي او على فاير وول او على سمارت هوست وات ايفر محطوط عليه. وتقول له بعد اذنك كريت لي ام اكس ريكورد لايه الدومين ده. اوكي، الام اكس ريكورد ده اللي هو ايه بيوضح ان انت عندك اكشينج سيرفر وهو اسمه كذا والاي بتاعه كذا. يبقى تاني اهو، الام اكس ريكوردز ماست بي كرييتد فور اني دومين يو ويش تو ريسيف ايميلز. يبقى اي ايميل انت عايز تريسيف منه يبقى لازم اول حاجه تشتري دومين نيم وتكريت لي ام اكس ريكورد على الدي ان اس بتاعه. اوكي ماشي. نمره 2، يور ترانسبورت سيرفرز شود بي بريبيرد تو اكسبت ايميلز اون ذات دومين. بعد لما اشتري الدومين ده واتكرت عليه الاي ريكورد ده والام اكس ريكورد، تحطه عندك فين؟ في الاكسبت دومين ماشي، وتخلي نوعه ايه اوثوريتيف دومين، عشان انت هتستقبل ميلز للدومين نيم ده وتبعته لريسيبيانت عنده جوه في الايه في الاكشينج بتاعك. اوكي ماشي. But if you had another company that accepted mails on your exchange server, you would need to have the record as well. يعني ممكن انا مثلا فاكر احنا قلنا ايه؟ قلنا ان احنا ممكن ايه هنسبورت اكتر من منتج. يعني لو انت خدت بالك مش احنا كنا عملنا arial.com وبرسيل.com، الاثنين دول ايه؟ دومين نيمز، والاثنين دول بالنسبه لي ايه؟ اوثوريتيف دومين. يبقى لازم انا اشتري دومين اسمه ايه arial.com واعمل له اي ريكورد وام اكس ريكورد، واشتري دومين اسمه ايه برسيل.com واعمل له اي ريكورد وايه ام اكس ريكورد، والاثنين
بيرموا على ريال اي بي واحد انا بستقبله نفس الريال اي بي، والاثنين لازم اعملهم ايه؟ اكسبت الدومين عندي، والدين بيبقى نوعه ايه؟ اوثوريتيف دومين. اتفقنا؟ طيب عشان تتست الام اكس كول بتاعك في سايت اسمه ام اكس تول بوكس، ماشي؟ ده بيقول لك انت عندك ام اكس ريكورد ولا لا. يعني ازاي؟ سي مثلا انا رحت شاري دومين نيم اسمه شرف دوت كوم، قلت لهم يا جماعه بعتكم انا عايز اعمل تو ريكوردز، ريكورد وام اكس ريكورد. قالوا لي حاضر حاضر، احنا ايه باذن الله يومين ويبقى جاهز. طبعا انا عشان اشيك ان انا عندي ام اكس ريكورد اعمل ايه؟ اخش على السايت ده اللي اسمه ام اكس تول بوكس دوت كوم واشيك هل انا فعلا عندي ام اكس ريكورد ولا لسه. طب تعالى بص عليه كده، هفتح الانترنت هكتب فوق كده ام اكس تول بوكس، انا عندي اهو في الهيستوري. بص بيقول لك انت ايه ام اكس لوك اب، بص على الام ايه ام اكس ده. تعالى مثلا نشوف كده نشوف ايه مثلا دومين اسمه ايه مثلا newhorizons.com، هل دول ليهم ام اكس ريكورد ولا مالهمش؟ بص هو ايه بيشك ليهم ام اكس ريكورد اسمه ايه mail.global.frombridge.com، بيرمي على ايه الايه اي بي ده. اوكي تعالى مثلا نبص على مين، على مايكروسوفت دوت كوم ليها ام اكس ولا لا؟ ليها، وبيرمي ادي الريكورد بيرمي على الاي بي ده، وده بالنسبه لي ام اكس ريكورد. اوكي بسيط جدا ولذيذ. طيب يبقى خد بالك تاني، انا هو بعيد، قبل لما تيجي تعمل اكشينج لازم تكون شاري دومين نيم دافع حقه، ولازم تكرر عليه التين ريكورد. ايه ريكورد ده؟ اهو الريكورد ده ايه؟ بيماب النيم للاي بي ادرس، وايل الام اكس ريكورد بيميك الميل فور ا دومين جو تو سبيسيفيك نيم هوست. يعني ازاي؟ انا اول حاجه بشتري ايه الدومين نيم، ليتس نقول ان هو اسمه شرف دوت كوم، بعمل كريت ايه لاي ريكورد اسمه ميل دوت شرف دوت كوم، بيرمي على مين؟ على الريال بتاعي اللي انا هحسب عليه ايه الميل. حلو، واقول ان الاي ريكورد ده هو بالنسبه لي الام اكس ريكورد بتاعي، يعني الاكشينج بتاعي. يعني لو اي حد عايز يبعت ميل هيبعت على مين؟ على ميل دوت شرف دوت كوم اللي هو الريال الايه الفلاني ده، بالنسبه لي ام اكس ريكورد. اوكي وبرده بكرت ايه بي تي ار ريكورد او بوينتر ريكورد او ريفرس دي ان اس، ماشي. وادي اللي احنا شفناه، بكتب هنا بكتب اسم الدومين نيم، وبعرف هل لي ام اكس ريكورد ولا لا. اوكي طبعا بص معايا كده، دي حاجه لايف، انا جايب لك كام صوره كده من السايت بتاع جودادي. اوكي ازاي تقدر ايه تكريت ايه ريكورد؟ انا شاري دومين اسمه ايه شرف دوت كوم. اوكي هنا بيقول لي ايه لو عايز تعمل ايه ريكورد، بقول له ايوه انا عايز اعمل ايه، يقول لي اسمه ايه، هقول له ميل دوت شرف دوت كوم، بيرمي على اني ريال اي بي على 97 103 206 139، واقول له اوكي. هو كده هيعمل لي ايه؟ هيكريت لي ايه ريكورد اسمه ميل دوت شرف دوت كوم بيرمي على الريال ده، خد بالك. وبعديها بقول له ايه انا عايز اعمل ايه ام اكس ريكورد اللي هو ايه ات، وايه بيشاور على مين؟ بيشاور على مين اهو انتر جوز تو ذا ايه، يعني اي حاجه ات شرف دوت كوم هيرمي على مين؟ على ميل دوت شرف دوت كوم اللي هو مين؟ ارجع تاني اللي هو 97 103 206 139. اوكي
خد بالك ان انا كده انا معايا ايه؟ معايا الكنترول بانل بتاعت الدومين نيم بتاعي اللي هو شارل دوت كوم. انا بقدر اكريت زي ما انا عايز الريكورد البي تي ار، اي حاجه انا عايز اعملها. اوكي، وبكده يبقى احنا خلصنا الحلقه دي وكلمنا على الاس ام تي بي سند كونكتور والاس ام تي بي ريسيف كونكتور، وكلمنا على الاكسس دومينز وانواعها ايه، اذا كانت اوثوريتيف او انترنال ريلي او اكسترنال ريلي، وكلمنا برضو على ان انا لازم قبل ما ابدا اعمل اكتشينج لازم اشتري دومين نيم، ولازم اكريت اكتر من ريكورد، الريكورد والايه الميكس ريكورد على على نفس السايت اللي انا شاري من عنده ايه الدومين نيم. اوكي، وشكرا.